أعراض مرضية للطفل في عامه الأول. الإسهال هو واحد من أمراض الطفولة الأكثر شيوعاً. أسبابه تشمل العدوى وعدم تحمل الطعام أو شرب الكثير من عصير الفاكهة. حتى يتوقف الإسهال يجب الحفاظ على طفلك في المنزل وتعويضه بالسوائل. إذا كان يأكل مواد صلبة، تجنب منتجات الألبان والأطعمة مرتفعة الألياف والأطعمة الدهنية. يجب عليك استدعاء طبيب الأطفال الخاص بك إذا لم يتحسن طفلك في غضون 24 ساعة أو كان أقل من 6 أشهر من العمر أو لديه أعراض أخرى بما في ذلك القيء أو الحمى بدرجة حرارة 38.5 أو أعلى، البراز الدموي أو الأسود، أو ألم في البطن. نقطة. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. الحرارة والأطفال. في الأطفال حديثي الولادة يمكن أن يكون الارتفاع الطفيف في حرارة الجسم إشارة عدوى خطيرة. يجب استدعاء الطبيب على الفور إذا كان الطفل أقل من 3 أشهر لديه درجة حرارة الجسم من 38 أو أعلى، أو طفل 3 إلى 6 أشهر من العمر لديه درجة حرارة 39 أو أعلى. ابحثي عن آلام في الأذن أو أسعال أو الخمول أو الطفح الجلدي والقيء والإسهال. يجب عليك تهدئة الطفل بسوائل وحمام فاتر، تغيير ملابسه بملابس خفيفة فاصلة. اسأل طبيبك للتخفيف من الحمى. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. نقطة. الأطفال والإمساك. بعض الأطفال الرضع يتبرز عدة مرات في اليوم، والبعض الآخر يتبرز كل بضعة أيام حسب حركة الأمعاء. لا تقلق إذا كان طفلك لا يحتاج الحمام في كثير من الأحيان كما كنت تتوقع. فاصلة. الإمساك الحقيقي هو عندما يكون من الصعب والمؤلم أن يمر خارج الجسم. فاصلة. قد يقترح الطبيب إضافة أوقية قليلة إضافية من الماء أو قليلا من عصير الأجاص المجفف إلى زجاجة الطفل. إذا تواصل الإمساك أو طفلك يعاني من أعراض أخرى مثل ألم في البطن أو القيء، استدعي طبيب. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. نقطة. الطفح الجلدي. الأطفال الرضع يمتلكون بشرة حساسة، لذلك من السهل أن يعاني الطفل من الطفح الجلدي. يمكن أن يتراوح بين البثور البيضاء الصغيرة إلى الحمراء الجافة أو بقع الحكة الأكزيما. لتجنب طفح الحفاضات يجب تغيير حفاضات دائما وعدم ترك البلل على جلد الطفل مدة طويلة ووضع مرهم للحماية للأكزيما. تجنب الصابون القاسي والحفاظ على الجلد الرطب. معظم أنواع الطفح الجلدي ليست خطيرة، ولكن يجب استدعاء الطبيب إذا كان مؤلمة أو إذا كان لديه أيضا حمى. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. نقطة. السعال. يأتي سعال الأطفال في صور كثيرة. فاصلة. السعال مع حمى طفيفة غالبا ما تكون من البرد، ولكن مع الحمى الشديدة قد يعني أن الطفل يعاني من الالتهاب الرئوي أو الإنفلونزا. فاصلة. الصفير مع السعال قد يكون الربو شعبي أو بسبب التهاب. الأطفال الذين يعانون من السعال الديكي يصدر عنه صوت أشبه بنعيق، ويمكن للضباب البارد والسوائل أن تسهل ظهور الأعراض. في أي حالة من هذه الحالات يجب استشارة الطبيب فورا والحفاظ على الطفل من البرد وتيارات الهواء الباردة. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. نقطة. أعراض أوجاع المعدة. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. نقطة. البكاء بدون سبب والغازات وحتى البصق كلها أعراض اضطرابات في البطن. يمكن أن يكون سببها المغص، عدم التحمل طعام، فيروس أو لأسباب أخرى.
وكذلك تجربة الأطفال الصغار لأنواع الأطعمة المختلفة قد تسبب لهم مشاكل. معظم أوجاع المعدة ليست خطرة، وسوف تزول إذا كان لا يتحسن طفلك تقريبا أو لديه الإسهال أو لديه الحمى. استدعي طبيب. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. نقطة ألم التسنين خلال الشهر السادس تقريبا. أسنان الطفل الأولى تبدأ بظهور من خلال اللثة. اللثة المتقرحة تجعل الطفل نزق جدا. لتخفيف ألم التسنين عنه يجب إعطاء طفلك شيئا للعض عليه. حلقة التسنين المطاط تفي بالغرض. أيضا يمكنك تدليك اللثة بلطف باستخدام إصبعك. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. نقطة ألم غازات البطن التجشؤ والبكاء وانتفاخ البطن يمكن أن تكون علامات على وجود غازات لدى الرضع. ألم الغاز ليس كالمغص، ولأنه غالبا ما ينتج الغاز عن طريق ابتلاع الهواء عليكي بإطعام طفلك ببطء والتجشؤ في كل مرة. يمكن أيضا الحصول على الغاز من الأطعمة الغنية بالألياف أو الأطعمة الدهنية أو عن طريق شرب الكثير من عصير. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. نقطة انسداد الأنف. عندما يصاب الأطفال بنزلات البرد تصبح أنوفهم مسدودة، لذلك لا ينبغي الإفراط في استخدام أدوية البرد في الأطفال دون سن 4 سنوات. بدلا من ذلك استخدم قطرات المحلول الملحي لجعل مخاط الأنف رقيق جدا، ومن ثم شفته من الأنف باستخدام الحقنة. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. نقطة الغثيان والقيء. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. نقطة الأطفال غالبا ما تبصق بعد تناول الطعام، ولكن التقيء المستمر أو القوي يحتاج تقييم الطبيب. القيء مع الإسهال قد يشير إلى فيروس. فقدان السوائل بسبب التقيؤ يؤدي إلى الجفاف، لذا ابقاء طفلك رطب مع كميات صغيرة متكررة من الماء والعصائر والأملاح تحمي طفلك. إذا لم يتوقف القيء في غضون ساعات قليلة، أو إذا كان يترافق مع الحمى فالرضيع أو الطفل الخاص بك لا يمكنه الاحتفاظ بالسوائل. استدعي طبيب. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية. نقطة كوني هادئة. عند بكاء طفلك لا يوجد شيء أكثر إيلاما لأحد الوالدين من طفل مريض فاصلة. حاولي ألا تفقدي هدوء أعصابك. ثقي بحدسك، ولكن ابقي في حالة تأهب للعلامات التي تحتاج إلى استدعاء الطبيب الخاص بك أو الذهاب إلى الطوارئ. بعض علامات التحذير تشمل تغييرات في الشهية والخمول ومشاكل في التنفس والطفح الجلدي وتصلب بالرقبة والإغماء وارتفاع في درجة الحرارة واختلاف نسبة تغيير الحفاضات إما بالزيادة أو النقص. اقرأ المحتوى الأصلي على موقع كل يوم معلومة طبية.